ودلوقتي جه ميعادنا مع جولة المحافظات وأهم الأخبار اللي حصلت في المحافظات امبارح، واللي من بينها انطلاق موسم حصاد القمح في أسوان وتسجيل البحيرة صفر إصابات كورونا، وأخبار تانية من أسيوط والمنوفية وكمان الغربية. أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات. هنبدأ من أسوان اللي تم فيها إطلاق موسم حصاد القمح بإحدى المزارع بقرى مشروع وادي الصعيدة بإدفو، والمقام على مساحة 10 أفدنة، وده من إجمالي 126,500 فدان منزرعة بمحصول القمح في أسوان. في البحيرة تم الإعلان عن خلو مستشفيات المحافظة من أي مرضى مصابين بفيروس كورونا، وده للمرة الأولى منذ بدء الجائحة. كمان جميع نتائج تحاليل عينات البي سي آر لحالات الاشتباه أو المسافرين جاءت جميعها سلبية على مدار العشر أيام اللي فاتوا. في أسيوط حصل الدكتور محمد عبد الشكور المدرس المساعد بكلية العلوم في جامعة أسيوط على أعلى جوائز اليابان في الكيمياء دين برايس من جامعة سوكوبا اليابانية، لإسهامه في تحسين كفاءة وثباتية خلايا الطاقة الشمسية عن طريق إضافة بعض المواد الكيميائية. في المنوفية أعلنت مديرية التضامن عن توزيع 30,000 كيلو لحوم على 15,000 أسرة من أهالي وأسر المحافظة الأكثر احتياجاً، وده لتخفيف الأعباء المادية على الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم. في الغربية اجتمع طارق رحمي محافظ الغربية مع كبار تجار الخضروات والفاكهة بالغربية لمناقشة آليات ضبط الأسعار والتعاون مع المحافظة في توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة، سواء داخل الأسواق العامة أو داخل المنافذ الثابتة والمتحركة اللي وفرتها المحافظة في جميع المراكز والمدن.